كشف النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني عن حسم الخلاف بشأن 5 وزارات من أصل 8 متبقية في كابينة عادل عبد المهدي. الكناني قال في بيان له أن الخلافات السياسية بين تحالف البناء والإصلاح لا تزال مستمرة بشأن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، فيما يصر تحالف الوطنية على تسمية وزير الدفاع وسط خلافات سياسية مع تحالف المحور.